Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we are going to take a new lesson. In the previous lesson we talked about the renewable energy sources. كنا نحكي عن مصادر الطاقة المتجددة. In this lesson we are going to talk about non-renewable sources of energy. رح نحكي عن مصادر الطاقة الغير متجددة. At first, let's look at the photographs. Look at the first photograph in picture A. What can you see in this picture? Yes, it's oil and gas plant. Oil and gas plant يعني معمل للغاز والنفط. In picture B, there is oil shale. أو مرات بيحكوها يعني بتشوفيها أنت shale oil. نفس الإشي اللي هي الصخر الزيتي. In picture C, it indicates nuclear power. Nuclear power اللي هي الطاقة النووية. Now, this lesson is listening. احنا عارفين انه هذا الدرس استماع، لكن هذا الدرس مبني عليه الدرس اللي وراه، عشان هيك لازم تكوني عارفيته في vocabulary كمان عشان تكوني منتبهي له. رح نحكي الأفكار الرئيسية اللي فيه تستفيدي منها. Exercise 2. Listen to a professor talk about different types of non-renewable energy. إذا عن إيش رح يكون عنا النص non-renewable energy in Jordan؟ مصادر الطاقة الغير متجددة في الأردن. طيب what about the renewable energy sources? Can you remember؟ متذكرين هم مصادر الطاقة المتجددة؟ Like solar energy، إذا متذكرين الطاقة الشمسية اللي كانت عنا renewable لحالها، مش non-renewable، renewable اللي كانت renewable اللي هي مصادر الطاقة الشمسية اللي هي solar energy، wind energy هي طاقة الرياح، وكمان كانت عندك biomass كمان حكينا عنها، لكن كنا نعتبر انهم renewable sources of energy. But now we are going to introduce the non-renewable sources of energy. رح نتعرف على مصادر الطاقة الغير متجددة. Now look at this question. Which type or types of energy is or are not used at the moment in Jordan? إذا كثير بهمنا هذا السؤال. مصادر الطاقة اللي مش مستخدمة حاليا في الأردن. But will be very important in Jordan's future. لكن في المستقبل، في مستقبل الأردن راح تكون مهمة هاي المصادر. طبعا الإجابة اللي عندي هنا من النص هسا أنت راح تشوفيها. مصادر طاقة غير متجددة وإحنا ما بنستخدمها في الأردن لكن إلها مستقبل في الأردن. Shale oil اللي هو اللي حكينا عنه الصخر الزيتي، هنا الصخر الزيتي shale oil، ونيوكليير باور والطاقة النووية. هذول الثنتين مصدرين طاقة مش ما بنستخدمهم حاليا في الأردن لكن لهم مستقبل عندنا في الأردن راح نستخدمهم. Now let's look at exercise 3. Listen again and complete the notes. You will need to write a phrase or a few words in each gap. في كل فراغ راح نعبي فيه يعني كلمتين، يعني مش كلمة، عبارة، كلمتين أو ممكن أكثر. Let's continue. طبعا راح أصور لك إياهم مطبوعين هدول الكلمات عشان يكون أوضح عندك إن شاء الله بس أخلص. Jordan depends a lot on foreign energy sources. Foreign energy اللي راح نحطها بالفراغ اللي هي الطاقة أجنبية، مصادر طاقة أجنبية. شو يعني مصادر طاقة أجنبية؟ مصادر طاقة أجنبية ما أحكيك عن شغلة foreign، يعني it's not local، مش محلية، مش في من البلد، هي من دولة غير الأردن. مصادر طاقة أجنبية من دول، من دول بناخذها غير الأردن. 96% of the country's energy comes from oil and natural gas imported from neighboring Arab countries. 96% وحطيتك إياها أنا هون 96% of the country's energy comes from oil and natural gas. من وين هاي مصادر الطاقة ال 96% إحنا بناخدها؟ imported from neighboring Arab countries. كلمة imported هنا جدا مهمة. imported يعني مستورد. So يعني لما أجي أحكيك مستورد we buy it from other countries. إحنا بنشتريها من دول ثانية. imported مستورد. إذا imported from neighboring Arab countries. من وين بنجيبها مصادر الطاقة هاي؟ الغاز والنفط، النفط والغاز الطبيعي من دول أجنبية مش من الأردن. ولاحظي أنت قديش الكمية 96، يعني most of the energy، معظم الطاقة.
because of this dependence. Dependence اعتماد. Dependence on other countries بسبب هذا الاعتماد على الدول الأخرى. Jordan has invested in research projects to identify alternative sources of energy. بسبب اعتمادنا الكبير على الدول الثانية، شو عملت الأردن؟ Invested استثمرت invested in research projects في مشاريع بحثية to identify alternative sources of energy عشان نشوف نتعرف على مصادر بديلة عندنا هنا بالأردن. يعني الفكرة كثير واضحة هنا إنه جوردن imported oil and gas from neighboring countries، بتستورد النفط والغاز من الدول الأخرى. But let's stop here in these words. خلينا نتوقف هون شوية عند هاي الكلمات. مرت عندي كلمة imported مستورد، وكما imported حكينا هون اللي هي adjective مستورد. كمان مرت عندي كلمة dependence اللي هي اعتماد على شيء، ومرت كلمة invested استثمرة. هدول الكلمات بهمنا تعرفوا الديريفيشن تبعهم. Look at these words. طلعي لي عليهم هدول الكلمات. هسا import يستورد. Importation noun منها. Import verb. Importation اللي هي noun عملية الاستيراد. Imported adjective اللي هي مستورد. Depend يعتمد. وعادة هاي بتيجي phrasal verb يعني depend on. Dependence on. Dependent on. اوكي ديبند اللي هي يعتمد على الفيرب ديبندنس اي ان سي اي بتعطيني ناون اللي هي اعتماد ديبندنت اللي هي معتمد على ادجكتيف الانت بتعطيكي ادجكتيف لما بدي اعمل منها ادفيرب بجيب الادجكتيف بحط لها الواي ديبندنتلي هسه انفست يستثمر اللي هي الفيرب انفستمنت استثمار اللي هي الناون وبتعرفي انت المنت بتعطيكي ناون عاده انفستيتيف استثماري صفته انه استثماري هدول الثلاث كلمات حبيت اعطيك اياهم يعني من هذا النص ديريفيشن وبتكتبيهم عندك وكل ما ناخذ درس جديد وبدنا ديريفيشن راح تضيفيهم لهي المجموعه عشان تدرسي الاشتقاق كلياته مع بعض Let's return back to our lesson So we talked about the oil and natural gas but now my question here Is the natural gas, the oil and natural gas, are they non-renewable energy sources? Are they non-renewable energy sources? Yes, they are non-renewable energy sources. هي مصادر غير متجددة لأنه إحنا حكينا المصادر المتجددة like solar energy, wind energy and biomass. But oil and natural gas are non-renewable energy مصادر طاقة غير متجددة so this is the first non-renewable energy مش احنا حكينا نصنع عن مصادر الطاقة الغير متجددة let's continue at the moment imported natural gas الغاز المستورد الغاز الطبيعي المستورد is used to fulfill the country's energy needs fulfill يفي باحتياجات The country's energy needs يفي باحتياجات البلد من الطاقة and to generate electricity generate electricity اللي هي يولد الكهرباء إذا السؤال اللي كثير مهم هون there are two purposes of importing natural gas في عنا هدفين لا الغاز الطبيعي or why do we use Natural gas. ليش إحنا بنستخدم الغاز الطبيعي؟ For two reasons. لسببين. اللي هي to fulfill the country's energy needs للإيفاء باحتياجات البلد من الطاقة and to generate electricity. Generate electricity اللي هي يولد الكهرباء. إذن هاي السببين. However. A recent discovery of natural gas in Jordan means that in the future less natural gas will need to be imported. إيش حكى لنا في اكتشاف حديث للغاز الطبيعي بالأردن. هذا الاكتشاف شو نستفيد منه؟ بحكيك in the future less natural gas will need to be imported. يعني راح يكون استيرادنا للغاز الطبيعي أقل في المستقبل.
اويل شيل روك، اويل شيل روك اللي هي الصخر الزيتي، او حتى طب احنا هون عشان فيها روك اويل شيل، لكن احنا عادة بنحكي لها شيل اويل، نفس الاشي اللي هي الصخر الزيتي. has been also, has also been found in Jordan، يعني وجد في الاردن، موجود الصخر الزيتي في الاردن، most notably in the west central area، عادة وين موجود نوتابلي بشكل ملحوظ؟ in the west central area، في المنطقة الغربية الوسطى من الاردن. shale oil can be produced from this type of sedimentary rock. Sedimentary rock اللي هي الصخور الرسوبية. It is a substitute بديل for crude oil. هي بديل للنفط الخام. But the extraction process, extraction process اللي هي عملية الاستخلاص. But the extraction process for shale oil is more expensive. So, shale oil is a substitute in Jordan for crude oil. موجود عندنا احنا اصلا الصخر الزيتي في الاردن بكميات منيحة، فهي رح تكون في المستقبل بديل للنفط الخام. ماشي؟ But we have disadvantages or negative points about shale oil. في عندنا نقاط سلبية بالنسبة له. هسا the first thing حكالي but the extraction process for shale oil is more expensive. عملية مكلفة، عملية استخلاص الصخر الزيتي أو استخراجه. The process is also quite dangerous. This is number two, a negative point. كمان هاي العملية كمان خطيرة. And produces a lot of waste products. بتنتج هاي العملية منتجات فضلات كثيرة أو نفايات كثيرة. فإذا these are the three negative points about the shale oil. ثلاث نقاط سلبية اللي هي the extraction process for shale oil is more expensive، وحكالي the process is also quite dangerous، خطيرة، and produces a lot of waste product، وبتنتج كثير من الفضلات أو النفايات. At the moment, no shale oil industry exists in Jordan. هاي اللي بدنا نعرفه، إنه حالياً ما في عنا إحنا هاي استخراج النفط من الصخر الزيتي. But several companies are considering using it to generate thermal power. لكن في كثير عنا شركات أو مصانع بأخذ بعين الاعتبار إنه هذا الصخر الزيتي ممكن يستخدموه حتى إنهم يولدوا الطاقة الحرارية. So it's used to generate thermal power. لو بدهم يستخدموها في المصانع توليد الطاقة الحرارية. مرت عنا pronouns it is a substitute اللي هي بديل. شو هي اللي بديل؟ shale oil. بديل حكينا للكرود اويل. كمان اجى حكى لي at the moment no shale oil industry exists in Jordan but several companies are considering using it. ايش هي it هنا؟ برضو shale oil. shale oil اللي هو الصخر الزيتي to generate thermal power. The last source of energy or type of energy، ثالث نوع او اخر نوع من انواع الطاقة الغير متجددة، nuclear power. nuclear power اللي هي الطاقة النووية. holds hope for Jordan's future energy supply. هي أمل لتزويدنا بالطاقة في المستقبل. plans اللي هي خطط are in place to construct two nuclear reactors. في عنا خطط إنهم ينشئوا مفاعلات نووية، مفاعلين نوويين، two nuclear reactors which will double the country's electricity generation capacity. رح تضاعف سعة أو قدرتنا على توليد الكهرباء. هاي المفاعلات النووية. Which, what does it refer to, على إيش راجعة؟ عن nuclear reactors. هاي اللي بتحطي ليها بالجاب بالفراغ. Jordan plans to get 60% of its energy needs. Energy needs يعني احتياجات الطاقة from nuclear energy by 2035 CE. هسا إذا بحكي لك Jordan plans برضو هذا كله تخطيط للمستقبل in the future.
plans to get 60% of its energy needs from nuclear energy. يعني مخططين إن ناخد 60% من احتياجاتنا للطاقة من المفاعلات النووية أو من الطاقة النووية from nuclear energy by 2035 CE, بحلول 2035, يعني in the future. إذن what are the three types, نرجع لسؤالنا, the three types of non-renewable energy اللي هي حكينا natural gas, وحكينا عنا هنا shale oil, وآخر شغلة حكينا nuclear power. نيجي هون على البرونون its. what does it refer to لما اجي احكي جوردن plans to get 60% of its energy, تحصل على 60% من طاقتها. its refers to جوردن. that's it. هسا there are some questions, حطيت لك انا كم سؤال عليهم, let's discuss them, نناقشهم مع بعض, نشوف على هاي النص اللي اخذناه هسا. now let's look at the first one. Write down the two types of energy that Jordan buys from Arab countries. إيش أنواع الطاقة اللي تشتريها الأردن من دول الثانية؟ حبيت أدخلك على نمط الأسئلة اللي إحنا بدنا نتعود عليه, اللي هو زي أسئلة الوزارة. هسا write down, اكتبي the two types of energy, نوعين الطاقة that Jordan buys, buys تشتري. شو مقابلها؟ شو يعني buys هون كانت؟ اللي هي كانت عنا هون كانت بالماضي طبعا imported, اللي هي معناها بوت الأصل. buy import from Arab countries, تشتريها من الدول العربية اللي هي oil and natural gas. number two, Jordan imports natural gas to be used for two purposes or for two reasons, لا هدفين احنا بنستخدمها, or for two uses, لا استخدامين نستخدم natural gas اللي هي to fulfill the country's energy needs to generate electricity. Number three, quote the sentence which indicates the place that we can find shale oil in Jordan. المكان, quote the sentence, اقتبس الجملة اللي بتشير للمكان اللي احنا نقدر نلاقي فيه الصخر الزيتي في الأردن, اللي هي كانت عندنا هنا oil shale rock has also been found in Jordan, مش هيك؟ most notably in the west central area. بس بلفت نظرك لشغلة, انه انا عارف انك بدك تحكي لي هاي هو المكان اللي هي المنطقة الغربية الوسطى من الأردن, لكن ما بصير تعطيني اياها من هون, لازم تسحبي لي اياها من بدايتها من الكابيتال لتر للفول ستوب من عند oil shale وبتكملي لي اياها لعند area. That's it. The rest of the questions I'll give you as a worksheet. رح أعطيكي باقي الأسئلة ورقة عمل ورح أصور لك إياها إن شاء الله وتجاوبيها أنت لحالك. خلينا نطلع على الفوكابيلاري اللي مر معانا. مرت معاكي كلمة sedimentary اللي هي معناها رسوبي. Adjective هاي الكلمة طبعا. Made of the solid substances that settle at the bottom of the sea, rivers, lakes. اللي هي شيء رسوبي, اللي هي أشياء صلبة بتنزل في قاع البحر أو الأنهار أو هاي الأشياء. shale اللي هو الصخر الزيتي, اللي هي a type of soft rock that oil can be extracted from, اللي هي نوع من أنواع الصخور اللي ممكن نستخرج منها النفط. thermal حراري برضو هاي adjective, اللي هي concerned with or caused by heat, إشي متعلق أو بتسبب طبعا من الحرارة. إذن إشي له علاقة بالحرارة عشان هيك بنحكي عنها حراري. هدول الكلمات طبعا أكيد حفظ معناهم بالعربي وبالإنجليش والسبيلينج تبعهم. now let's look at exercise for speaking. طبعا it's connected with the previous lesson with the listening text, ما من النص يعني متعلق بالنص, لكن أعطاني vocabulary الكلمات هاي اللي موجودة عنا أكيد بدك تكوني عارفيتهم, بتكوني حافظة معانيهم بالعربي والسبيلينج تبعهم هدول الكلمات, وإذا إلهم معاني بالإنجليش مرت معانا بدك تحفظيهم. طبعا اكيد الفوكابيولري اللي له معنى بالانجلش اكيد بحكي لك عنه, زي اللي حكيت لك اياهم عن الدرس اللي فات واعطيتك اياهم ورجيتك اياهم ثلاث كلمات اللي بدك تحفظيهم. exercise 4, which of the words in the box below refer to the following energy sources. طبعا عن ايش احنا رح نحكي
energy sources مصادر الطاقة. نشوف إيش من هاي الكلمات إله علاقة بمصادر الطاقة هاي. أعطاني three energy sources، أعطاني natural gas اللي هو الغاز الطبيعي، shale oil الصخر الزيتي، nuclear power الطاقة النووية. What are these types of energy؟ إيش حكينا عنهم هذول مصادر الطاقة؟ We said that all of these are non-renewable energy sources. Now let's look at these words. Imported. Imported مستورد. Which one of them? Yes, it's natural gas. Natural gas imported. Expensive غالي اللي هي أكيد B اللي هي shale oil الصخر الزيتي حكينا عنه أصلا من negative points من النقاط السلبية تبعونه إنه expensive. Dependence اللي هو إحنا يعني معتمدين على حدا ثاني فيه اللي هي أكيد natural gas. Liquid سائل اللي هي shale oil بنقدر نستخرج منها الكرود أويل. في عنا thermal حراري اللي أكيد shale oil حكينا ذا it's considered to be used in the companies to produce thermal power حتى إن ننتج الطاقة الحرارية. فإذا thermal مع shale oil. Substitute بديل أي فيهم بديل لطاقة ثانية أكيد shale oil. It's substitute of what? Substitute of it can be substitute of the crude oil للنفط الخام ممكن تكون بديل. Reactors اللي هي مفاعلات نووية of course it's connected with nuclear power. Hope أمل yes it's our hope for the future اللي هي nuclear power أملنا في المستقبل إن نستخدمها حتى يعني 60% of energy of the energy in Jordan will depend on it. Investment الاستثمارات طبعا of course the three of them الثلاث شغلات هاي إحنا بنأمل إنه يكون في عنا استثمارات فيها حتى إننا نستخدمها في الأردن. إذا هذول vocabulary وبدك تكوني فاهمة كل واحدة فيهم إيش علاقتها بالطاقة. Now exercise 5 with a partner choose one non-renewable energy source from exercise 4 and briefly explain why you think it's the best one for the future of Jordan. It's up to you تركينه هذا لأنه هذا إنه يعني it is a pair work in the classroom. Exercise 6 look at the photograph on the right. شايفيها الصور اللي موجودة عنا على اليمين. What concept does it suggest؟ إيش المفهوم اللي أنت بتفهميه من هدول الصور؟ Complete the following chart accordingly in your notebook. وأكيد نعبي هاي الشارت اللي أنت شايفيتها المخطط من خلالها. Then extend the diagram to include examples of each concept. Now, concept المفهوم إحنا عن إيش نحكي لما يجي يعطيني renewable ونون رينيوبل عن ايش احنا بنحكي؟ انرجي اكيد اللي هي عن الطاقه. فاذا في عندي رينيوبل انرجي وفي عندنا نون رينيوبل انرجي. If you looked at the two photographs we have this photograph we have nuclear power these indicate nuclear power this indicates wind energy and biomass ممكن نيجي نحكي لك هنا فإذا وكرود أويل ممكن نيجي نحكي عنهم فإذا sources of energy this indicates solar this indicates solar energy as you notice we have solar panels in the second picture we can notice the crude oil النفط الخام. Now let's return back to our chart. إذا حكينا we have two types of energy اللي هي renewable and non-renewable. Renewable energy أعطاني wind وsolar energy. أعطاني wind energy وsolar energy هذول الثنتين مبينين عندك هون in the photograph. Non-renewable energy حكالي fossil fuels اللي هو الوقود الأحفوري. In this text we are going to talk about this point. يعني انت يمكن تيجي تحكي احنا ما حكينا قبل شوي كنا نحكي non-renewable energy كنا نحكي عن natural gas shale oil وحكينا nuclear power مش هيك حكينا اللي هي مصادر الطاقة الغير متجددة. What about fossil fuels? We are going to talk about another thing in this text.
It is a reading text اللي هو قطعة قراءة بدنا ننتبه لها. Read the text below. What does it describe? عن إيش بتحكي هاي؟ Crude oil. أول ما بلشنا فيها. Crude oil. النفط الخام. Crude oil is currently حاليا at present. ومرت معانا بدرس سابق وحكيت لك currently at present في الوقت الحالي. The crude oil is currently the most important source of energy in the world. حاليا أهم مصدر من مصادر الطاقة في العالم النفط الخام. It is fossil fuel. It اللي هي refers to what? To crude oil. لا النفط الخام. What is crude oil? بدي أعرف شو هو النفط الخام. It is fossil fuel اللي هو وقود أحفوري. Which is formed over many years. تشكل عبر ملايين من عبر كثير من السنوات. وإحنا نحكي حتى ملايين من السنوات. By the decomposition. Decomposition تحلل. The decomposition of organic compounds. للمركبات العضوية. يعني شوف النفط الخام من إيش؟ هو عبارة عن وقود أحفوري تشكل عبر ملايين السنين أو آلاف السنين by the decomposition of organic compounds بتحلل عن طريق تحلل مركبات عضوية or anything that contains the element carbon أو أي شيء بيحتوي على عنصر الكربون بتحلل وبشكل لنا النفط. So this is the definition of crude oil. What is the crude oil? These organic materials, ها هي المواد العضوية, come from. From where do they come from? من وين تجيني هاي المركبات العضوية? Come from the remains of animals and plants. From two materials, من نوعين من أنواع المواد. From the remains, بواقي أو بقايا الحيوانات, the remains of animals, and plants ومن النباتات بقايا النباتات وبقايا الحيوانات. When sediment and other organic materials are buried deep under the ground. إذا طلعي لي عليها هاي النقطة. When sediment and other organic materials are buried deep. عندما تكون مدفونة أو تدفن هاي الترسبات والمركبات العضوية under the ground تحت الأرض under high temperature so it needs two conditions. هي بحاجة لنوعين من أنواع الظروف حتى إنها تتكون عندي إنها تتحلل وتتكون النفط الخام. The first thing high temperature درجة الحرارة العالية and pressure والضغط. إذا تكون هذولا إذا كانوا تحت هذولا الظرفين إذا crude oil is formed. إذا بهاي الطريقة بتكون عنا النفط الخام. It then undergoes. It what does it refer to? Crude oil اللي هي النفط الخام. إحنا كل كلامنا عن crude oil. It then undergoes تخضع many different processes before it is ready to be used as energy. أكيد كلنا بنعرف إنها تخضع لكثير عمليات حتى إنه تصير جاهزة إن نستخدمها كمصدر مصادر الطاقة. أكيد إحنا ما بنستخدم النفط الخام كمصدر مصادر الطاقة. بصير عمليات وبكرروه بيعملوا كثير شغلات حتى نقدر نستخدمه. It كمان refers to crude oil. It is ready to be used as energy. And from it, اللي هي crude oil منها, we get petrol, diesel, and kerosene. منها إحنا بنحصل على البترول والديزل والكاز. Among other fuels, من بين كل أنواع الوقود. So, here we have three examples of fuels that we get from crude oil. ثلاث أنواع من أنواع الوقود اللي إحنا بنحصل عليه من النفط الخام اللي هي بترول ديزل and كيروسين. However, due to the time taken, due to اللي هي because of بسبب بيعطيني سبب. Due to the time taken to form new supplies of crude oil بسبب الوقت الطويل حتى إنه يتشكل عندنا النفط الخام
it is considered it اللي هو كرود اويل بسبب الوقت الطويل اللي بيستغرقه. احنا حكينا it needs many years over many years وحكيت لك millions of years ممكن نجي كيك or thousands of years يعني سنوات كثير بدها حتى انه يتشكل. It is considered to be a finite non-renewable source of energy. Finite محدود. So why is crude oil finite or limited؟ ليش احنا بنقدر نحكي عنه it is considered finite or limited؟ ليش بنحكي عنه انه محدود finite or non-renewable او انها طاقة غير متجددة؟ ليش حكينا عنه احنا طاقة غير متجددة؟ because of the time taken to form new supplies of the crude oil عشان الوقت اللي بيستغرقه حتى انه يتشكل. That's it about our lesson. As you notice the pronouns, it refer to crude oil. كل الضمائر it راجع على crude oil. Look at this exercise, exercise 8. Find the words. Now we have words and their meanings. مهم جدا ولازم تحفظي معنا بالعربي وبالانجليزي والسبيلينج تبعه. كتابة الكلمات هاي جدا لازم تكوني عارفيتها. Decomposition اللي هي التحلل. The process of decaying. كلمة decaying ضلي ذكريتها. اللي هي عملية هي عملية التحلل. Decay معناها تعفن. احنا بنحكي عنها. Organic اللي هي عضوي. Something that came from living matter. شيء بنحصل عليه من أشياء كائنات حية يعني عضوي. Sediment اللي هي رواسب. Matter that settles to the bottom of a liquid. على فكرة هاي sediment مفرد يعني في عندي sediments لأنها noun هي. Sediment يعني راسب هنا. Matter that settles شيء يستقر في قاع سائل. Finite اللي هي محدود. A limited in size or supply اللي هو محدود في الحجم أو في التشكيل. Now let's look at these questions about this short reading text. Crude oil. What is the crude oil? Define, أو ممكن أجي أحكيك define the crude oil. عارفي لي شو هو الكrude oil؟ اللي هو حكينا it is fossil fuel وبتكملي لي إياها لعند carbon. Number two, quote the sentence which indicates the way in which the crude oil is formed. Which sentence indicates the way that the crude oil is formed؟ أي جملة بتشير طريقة تشكل النفط الخام اللي هي when sediment and other organic materials are buried deep under the ground under the high temperature and pressure crude oil is formed. ملاحظة جملة طويلة بتكمل من عند when لعند formed من نقطة للنقطة. 3. Write down the two things that organic materials come from. من وين بتيجي عندنا المركبة المواد العضوية؟ From the remains of animals and plants. حكينا من بقايا النباتات. From حكينا these organic materials come from the remains of animals and plants. من بقايا النباتات والحيوانات. Number four, mention the two conditions that are needed to form the crude oil. الظروف اللي احنا بنحتاجها حتى انه يتشكل عنا النفط الخام. حكينا high temperature and pressure. احنا هذول الظرفين كثير لازم يكون المهيئات درجة الحرارة العالية والضغط. Number five, there are examples of fuels mentioned in the text. Write three of them. أعطاني ثلاث أنواع من الوقود. ذكر لي إياها في النص. أنا بهمني هون تنتبهي لطرق الأسئلة، طريقة الأسئلة زي أسئلة الوزارة. There are examples of fuel. ثلاث أمثلة على الوقود. Mentioned in the text. ذكرت في النص. Write three of them. اذكري لي ثلاثة منهم. Petrol, diesel and kerosene. Number six. Write down the sentence which indicates the reason that makes crude oil limited. السبب اللي بيخلي النفط الخام محدود. And non-renewable source of energy واللي بيخليه مصدر طاقة غير متجدد.
اللي هي however due to the time وبدك تعمليه اللي عند energy. اللي بدي تنتبهي له كمان شغلة جدا مهمة، مش تيجي تعطيني تيجي تحكي لي أعطاني السبب من عند due to، أبدا غلط. هاي quote، ما دامت quote the sentence أو write down the sentence من عند however، من عند من نقطة للنقطة، من however لعند energy. إذا نسيتي however في جملة الاقتباس كلياتها بدها تكون غلط عندك. Now let's look at the vocabulary. طلعي لي على الفوكابيلاري اللي مر معانا هون واللي بدك تحفظيه، طبعا هم موجودين باخر الكتاب بس برضو راح اصور لك اياهم عشان تحفظيهم. اللي هي كرود اويل، النفط الخام، the oil that comes out of oil wells، النفط اللي بيجي من ابار النفط before it is separated into different products، قبل ما انهم يفصلوها ل عدة منتجات. decomposition اللي حكينا التحلل، when something decays حكينا لما شيء يتحلل أو يتعفن or breaks down into small parts أو يتحلل لأجزاء صغيرة جدا. diesel type of heavy oil، نوع من أنواع النفط الثقيل used instead of petrol، استخدموه بدل البترول. مر معانا كمان finite اللي هي having an end or a limit، انتبهي كلمة limit finite، limited finite، وكمان having an end إله نهاية اللي هي finite. fossil fuel مرت معنا كمان اللي هي a fuel that is produced by the very gradual decaying of animals and decaying of animals and plants over millions of years، اللي هو الوقود اللي منتج عن التحلل التدريجي للحيوانات والنباتات عبر ملايين السنين. مرت معنا كمان كلمة اللي هي كيروسين اللي هي an oil that is burned for heat and used in lamps for lighting، اللي هي نوع من أنواع النفط أو الوقود. is burnt for heat، إحنا بيحرق من أجل الحرارة التدفئة يعني، and used in lamps، نستخدم في المصابيح للإضاءة. these are the words that you should keep in mind، هذه الكلمات لازم تحفظيهم. Thank you very much.